السلام عليكم. ده مكسور. اي حد قص حول الله، تلاقي واحد ضربه في طوبه. في ايام ما بيبقاش لهم عدي عدي، ما تخافيش عدي. صباح الفل يا جماعة، الفيديو ده الساعة 8:30 الصبح، لقيت كمية الكلاب دي كده وكانوا بيتعاركوا، بس ملحقتش نصور الفيديو. زي ما انتوا شايفين في كلب هناك، لو نقدر نمسكه هنمسكه ونعالجه. وده كلب بيعرق حد، حتفه بقلب توب كسله رجليه ماشي، يعني مش قادر اهوت. انا صورت لكم لقطة منه زي ما انتوا شايفين كده. الكلاب البلدي دولت، الواحد كان لسه بيتكلم امبارح عليهم مع بنور، بنقول له دول الكلاب دي غلابة، ولا لاقيين اكل ولا لاقيين شرب ولا بيستحموا ولا الكلام ده. زي ما انتوا شايفين بص المنظر ماشي يعرج ازاي، اه كلك ورا بعض ازاي بيتجروا. زي ما انتوا شايفين المنظر اهوت. مش عشان احنا عندنا كلاب اللي هي الولف وكلاب اللي هي الكلاب اللي هي البوليسي نبقى البلدي دول نسيبهم في الشوارع، بس ان شاء الله في حملة كبيرة هتطلع بسبب الكلاب البلدي ديت. هنشوفوا ايه النظام مع الكلاب البلدي ديت، وتشوفوا اه كلك راح تجيله ازاي على الشارع. ممكن تيجي عربية ضرب اي حد فيهم وهم ماشيين يتجاروا كده، اكبر غلط. واحنا في وسط الاراضي اهوت، وسط الغيطان اللي انتوا شايفينه اهوت، اللي بيعرف جاي يجري اهوت يا جماعه. جاي نجري ازاي؟ تعال ما تخافش، تعال تعال خد تعال. جايين نجري ازاي يا جماعه؟ بصوا يا جماعه المنظر، خناقه كبيره على الصبح اهي، خناقه كبيره على الصبح اهي. تانيين جالوا هناك عشان في اكل على الزباله، مش عايزينهم ياكلوا. ولا كلب يا جماعه، كلك الجارو كذا. انتوا شايفين كوب الزباله هناك اهو، كل الجاره طلعت نلحم عشان نشوف بيعملوا ايه. اتحركوا مع بعض عشان بسبب الاكل اللي على الزباله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معايا مركز التدريب بتاع بنور. انا جيت شله كلاب بلدي مره واحده وانا ماشي كده، كنت جاي من عزبه من عندنا، لقيتها واقفه اهي هناك وعينين عليها اهي. هقوم نجرب لكم عليها هناك، انا داخل عليهم همت شله كلاب بلدي اهي، بيتات وديكورها على بعض وكلاب بلدي. الكلاب دي انا داخل عليها اهي، بص اهي شايفينها شايفينها. كنا ذكر بيعض، كنا ذكر بيعض. بابا بابا، ايه ده ايه ده، في حرب ولا ايه؟ ايه ده حرب ولا ايه ده ايه ده ايه ده؟ بص يا جماعه، دي شله كلاب بلدي شايفينها. اخش على واحده واحده كده، كلبتي معاهم في وسطهم اسمها بندق. بندق كان عندي من زمان، بس الكلب دي زمان نسيتني بقى، من زمان من زمان. شيل الكلب بلدي، عزمتنا فيها كلاب بلدي ابا. وزمان بالليل بقى العيال هنا بتترعب منهم، بتترعب من الكلاب دي. انا عديت من وسطيهم شله، انا وكان اتلموا عليا كانوا يهللوني، بس انا عديت من وسطيهم للعبد لله. انا مفيش زي كلاب بلدي، كلاب بلدي شايفينها، كلاب بلدي داخلين عليا. هنبعد واحدة واحدة كده، بنبعد معاهم عشان يخش، نبعد معاهم عشان يخش. اهم شايفين اهم.